حماية لسلامة المصطفين من أخطار الغرق بالشواطئ، تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جميع ولاة الولايات الساحلية الـ14 إلى تعزيز الترتيبات الخاصة بحراسة الشواطئ، وذلك بتمديد ساعات الحراسة لأعوان الحماية المدنية من خلال تعديل التوقيت الجري العمل به بتقديمه بساعة في الفترة الصباحية وتأخيره بساعة في الفترة المسائية. هذا ويبقى انخراط المواطنين أحسن سبيل لإنقاذ ضحايا حوادث الغرق، سيما بالالتزام بالمسؤولية والحيطة بتجنب السباحة في المناطق الممنوعة والمسطحات المائية، فضلا على الاقتداء بإرشادات السلامة عند ارتياد الشواطئ المسموحة.